المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم برنامج حطة. موضوع حلقتنا لنهار اليوم رايحين نخدمو لكم نيتاجير ميرال تري سامبل وحطة. كما قلنا في الحلقة تاع اليوم رايحين نخدمو لكم نيتاجير ميرال ويكون بهذا الشكل. ملكي العاد بلا ما نطولوها يلا نبداو. المرحلة الأولى من العمل نروح نقطعوا بالفيربلا 8 قطع تاع 40 سنتيمتر والعرض نتاعهم 1.5 بلا ما ننساو نقطعوا الأطراف بال 45 دوغري. زيادة على هذا نزيدوا نقطعوا 4 قطع واحد أخرين تاع 12 سنتيمتر من نفس الفيربلا. بعد ما نكملوا الليماج تاع القطع نتاوعنا نروحوا لمرحلة لاسودور. وبعد ما كملنا لاسودير نفوتوا لمرحلة الماستيك ولا بنتير. بالنسبة لكولور فضلت أنني نديرها نوار مات.
الآن مرحلة تقطيع الخشب، نروح نقطعوا زوج قطع MDF تاع 70 على 12 سنتيمتر ويكونوا مختلفين في اللون، واحدة بيضاء واحدة سوداء، وبلا ما ننساو نركبوا لو شون تاعهم بيان سور. هكذا نكون وصلنا الى المرحله الاخيره من العمل وهي مرحله التركيب، هكذا باش لي طاجر نتاعنا يكون واجد. النزينين ان شاء الله كنا خفاف عليكم، خليكم تشوفوا واش خدمنا، وكي العاده ما بقى لي نقول لكم تبقوا على خير، تلقوها زينه بالعافيه.